التاسعة مساء الساعة في أبو ظبي. أهلا بكم إلى علوم الدار التاسعة مباشرة من مركز الأخبار. إليكم أبرز العناوين المحلية حتى الساعة. رئيس الدولة يتقبل تعازي الشيوخ والمواطنين في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله الفلاسي. رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها. أهلا بكم. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي من سمو الشيوخ وجموع المواطنين، كما تقبل العزاء إلى جانب سموه في قصر المشرف الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان، وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. هذا وكان ديوان الرئاسة قد نعى المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة والتي وفتها المنية اليوم. ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد أدى سمو الشيوخ وأبناء الفقيدة وجموع المواطنين اليوم صلاة الجنازة على الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة في جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول. وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية الصديقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك غدا الجمعة في جميع مساجد الدولة. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق وتنويع آفاق في جميع المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي بمعالي محمد شياع في بلده الثاني دولة الإمارات، واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد شياع السوداني أوجه التعاون والعمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أرحب في جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وكان قد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. وأجرت لرئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للعراق، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية
لرئيس الوزراء العراقي. وكان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد دلن هيانة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد دلن هيانة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد دلن هيانة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد دلن هيان وزير الخارجية والتعاون الدولية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد دلن هيانة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون دلن هيانة مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وذلك في قصر زعبيل في دبي. وتطرق النقاش إلى مستقبل التعاون الثنائي والمأمول له ضمن عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد التبادل التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثمارية، وبما يواكب التطلعات التنموية للجانبين ويسهم في دفع جهود التطوير ضمن مختلف مساراتها بهدف ترسيخ مزيد من مقاومات التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق. وفي مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل في دبي، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي أحمد بن سلمان المسلم، وهنأه بمناسبة انتخاب رئيسا لمجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، متمنيا كل التوفيق والسداد في خدمة مملكة البحرين وشعبها الشقيق. وتناول اللقاء سبل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في تحقيق طموحات شعوب المنطقة في مستقبل حافل بالفرص في مناخ يسوده الأمن والاستقرار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر زعبيل في دبي جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين دولة الإمارات ومنطقة هونغ كونغ والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتوفيع مجالاته وتعزيز العمل المشترك في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وغيرها من الجوانب بالحيوية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم لدى الجانبين. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أدى 36 قاضيا في محاكم دبي ومفتش قضائي واحد في جهاز التفتيش القضائي اليمين القانونية اليوم في قصر زعبيل في دبي. إلى ذلك اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترقية 41 قاضيا بمحاكم دبي وعضو واحد في النيابة العامة، حيث تأتي التعيينات الجديدة والترقيات في إطار دعم سموه المستمر للمنظومة القضائية في دبي. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جانبا من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي انطلقت منافسات نسخته الأولى اليوم الخميس بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات ضمن 20 فريقا منهم 13 فريقا عالميا و7 فرق قارية. وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أم الإمارات، صندوق الشيخة فاطمة للمرة اللاجئة التابع للهلال الأحمر بتقديم 50 مليون درهم لدعم حملة جسور الخير التي أطلقتها الهيئة لدعم الجهود الإنسانية والعمليات الإغاثية الجارية حاليا لصالح المتأثرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا. زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد دلن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض
طب الأسنان العربية إيدك دبي 2023 والمنعقد في مركز دبي التجارية العالمية، والذي يعد واحدا من المعارض العلمية المرموقة. تجول سموه في المعرض مطلعا على ما تقدمه الأجنحة ومنصات المشاركين من أحدث الابتكارات والحلول والأبحاث المتعلقة بطب الفم والأسنان. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد دار نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 أن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر عازمة على إدارة منظومة عمل مبتكرة متعددة الأطراف دعما لتحقيق توافق عالمي في الآراء من أجل التوصل إلى شراكات نوعية ومخرجات وحلول فعالة. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة 28 من مؤتمر الأطراف كوب 28. افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذية اليوم جسر أم إفينة الذي يبلغ طوله 11 كيلومتر ويربط شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي مع جزيرة أم إفينة وجزيرة الريم، ما يعزز منظومة النقل في المدينة ويدعم سيابية الحركة المرورية ويرتقي بجودة الحياة. بعد الفاصل في علوم الدار التاسعة. 22 طائرة إماراتية تنقل 640 طنا من المساعدات لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا. صوت سيوقظ الصحراء من سكونها، حدث لن يمحى من الذاكرة، مونديال العالم للقدرة، نخبة فرسان القدرة في العالم على صهوات أفضل الخيول يأتون إلى قرية بوذيب العالمية التي تمثل ركنا أساسيا في خارطة الفروسية حول العالم، تعزيزا لمكانة الإمارات وأبوظبي في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، وتأكيدا لثقة الاتحاد الدولي للفروسية في البنية التحتية القياسية. بطولة بلمسة إماراتية تقدم للعالم أجمع بجاهزية تفوق المستوى المطلوب. حدث ليس كغيره من الأحداث، وسباق مع الزمن والنفس نحو المجد من كل المشاركين، وخاصة فرسان الإمارات الذين سطروا إنجازات بمداد من ذهب في هذه الرياضة. الإمارات ترحب بفرسان العالم، بطولة العالم للقدرة في قرية بوذيب في أبوظبي. أهلا بكم إلى علوم الدار التاسعة مباشرة من مركز الأخبار. كان أبرز عناوينها: رئيس الدولة يتقبل تعازي الشيوخ والمواطنين في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإغاثية لضحايا الزلزال في كل من الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة، وذلك عبر عملية الفارس الشهم 2 بواقع 640 طنا من المساعدات الإغاثية التي انطلقت بتوجيهات القيادة الرشيدة دعما لشعبي البلدين، وذلك في إطار الأدوار الإنسانية الرائدة للدولة على الصعيد العالمي وأيديها الممتدة بالخير والعطاء على مدى عقود.
وللاقتراب أكثر مشاهدينا الكرام من هذه العملية ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي العقيد الركن قيس الظاهري المتحدث باسم عملية الفارس الشهم 2. العقيد قيس، بداية لو نتحدث عن أبرز جهود عملية الفارس الشهم 2 في يومها الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الكبيرة بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله لإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، حيث تستمر قيادة العمليات المشتركة وشركائها الوطنيين متمثلين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والهلال الأحمر ومؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في تنفيذ عملية الفارس الشهم 2، وذلك لإسناد الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لموقف عملية الفارس الشهم 2 في يومها الرابع، فالجسر الجوي مستمر لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا طبقا لاحتياجات وأولويات كل دولة، حيث تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إماراتية إلى تركيا، كما تم إرسال عدد 21 طائرة شحن حتى الآن محملة بمواد طبية وغذائية وخيم لكلا البلدين. وتفصيلا لذلك أود أن أشير إلى الجهود المبذولة على هذا الصعيد. في تركيا نعلن عن وصول مستشفى ميداني متنقل إلى مطار غازي عنتاب تمهيدا لانفتاحه في منطقة إصلاحية بكامل تجهيزاته. هذا المستشفى يشتمل على عدة أقسام، وهي قسم طوارئ وقسم عمليات وقسم عناية مركزة وعنابر تنويم سعة 50 سرير وعيادات خارجية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة السينية والمقطعية ومختبر وصيدلية. كذلك يوجد أطقم طبية تخصصية من جراحة عامة وجراحة عظام وتخدير وعناية فائقة وطوارئ أطباء عامين وفنيين من مختلف التخصصات الطبية. إلى جانب ذلك بلغت عدد الطائرات التي تم إرسالها إلى تركيا عدد 14 طائرة حتى الآن، ومن المخطط إرسال عدد 4 طائرات أخرى هذا اليوم. بالنسبة لسوريا تم إرسال عدد 7 طائرات حتى الآن محملة بعدد 125 طن من المساعدات الإنسانية، والتي تحتوي على مواد غذائية وعدد 515 خيمة لإيواء المتضررين بشكل مؤقت، إلى جانب كميات من المواد الطبية. ومن المخطط إرسال عدد 2 طائرة إلى سوريا هذا اليوم. أود كذلك إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها فرق البحث والإنقاذ الإماراتية ضمن عملية الفارس الشهم 2، والتي توجت يوم أمس بإنقاذ عائلة سورية في تركيا مكونة من أم وابن وابنتان وسط ظروف صعبة للغاية، وقد تمت عملية الإنقاذ باحترافية وكفاءة عالية وتقديم الدعم الطبي اللازم لهذه الأسرة. أرغب هنا في إبراز نقطة مهمة جدا في هذا الجانب، وهي مشاركة المرأة الإماراتية ضمن فرق البحث والإنقاذ في تركيا، وهو أمر ليس بجديد على المرأة الإماراتية ودورها المشرف في تقديم يد العون. ختاما نؤكد على استمرارية قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع إلى جانب شركائها الوطنيين في تنفيذ عملية الفارس الشهم 2 لإزالة آثار الزلزال في تركيا وسوريا، وذلك تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله. حفظ الله الأشقاء في سوريا وتركيا، كل الشكر والتقدير. كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي العقيد الركن قيس الظاهري المتحدث باسم عملية الفارس الشهم 2، شكرا جزيلا لك. من جانب آخر، أعلنت قيادة العملية المشتركة في وزارة الدفاع عن ختام تمرين درع الإمارات المشترك 51 داخل مياه وأجواء وأراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفذت قوة الواجب المشتركة محمد عمليات قوات منقولة جوا لتعزيز قوة الواجب المشتركة خليفة للدفاع عن الأهداف العملياتية التي تمت السيطرة عليها، وتبع ذلك عمليات تعزيز إضافية بتنفيذ وحدات من القوات البرية لعمليات اتصال مع القوات المحمولة والمنقولة جوا.
في مؤتمر صحفي عقد اليوم في متحف المستقبل بدبي، أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أن مسبار الأمل سينتقل إلى مدار جديد لرصد غير مسبوقة للقمر ديموس، أصغر قمري المريخ. تأتي هذه الخطوة تزامنا مع مرور عامين من دخول مسبار الأمل حول مدار الكوكب الأحمر. دعونا نقترب أكثر من خلال هذا التقرير. مسبار الأمل، مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، يحتفي اليوم بعامه الثاني حول مدار الكوكب الأحمر. وتتويجا لهذه المسيرة، أعلن المشروع عن انتقال المسبار إلى مدار جديد يسمح برصد غير مسبوق للقمر ديموس، أصغر قمري المريخ، مع سلسلة من التحليقات القريبة من مداره بنحو 150 كيلومتر. لحسن حظ مشروع مسبار الأمل أن نحن المدار العلمي اللي فيه مقابل أو مجاور لقمر ديموس، وما تم لنا اليوم توفير معلومات عن القمر هذا، فمسبار الأمل إن شاء الله له الأفضلية أن يوفر معلومات مش موجودة سابقا عن هذا القمر. مشروع سيقف على العديد من الملاحظات والمعلومات العلمية غير المسبوقة، سيعمل فيها مسبار الأمل على جمع مجموعة من الصور عالية الدقة والبيانات عن هذا القمر، والذي يعد غير منتظم الشكل ومليء بالفوهات، مع مواصلة مهمته الأساسية في جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ. أهم إنجاز هو الهدف الرئيسي هو إكمال مسبار الأمل خلال سنة مريخية، هذا هدف كبير كان عندنا. طبعا في كان استكشافات كثيرة، أبرزها كان أورورا واللي هو الشفق الموجود في المريخ. طبعا هذا استكشاف جديد تم اكتشافه عن طريق مسبار الأمل، هذا مثل ما أقول الأساسي، لكن في استكشافات أخرى كثيرة. رحلة تحليق المسبار نحو القمر ديموس بدأت أواخر يناير الماضي وتستمر في فبراير الحالي، حتى اقتراب المسبار إلى أقل مسافة من القمر لالتقاط صور وملاحظات وبيانات عالية الدقة عنه. مع استمرار مهامه أثبت مسبار الأمل كفاءة القدرات العلمية العربية، والتي يمد من خلالها العالم ببيانات علمية غير مسبوقة تسهم في مسيرة التقدم العلمي للبشرية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، دبي. اليوم يكمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل عامين أرضيين لدخوله مدار الكوكب الأحمر، لتتوج بذلك الإمارات نجاحا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها المتواصلة، لتكون الإمارات الأولى عربيا، الخامسة دوليا، والتي تحقق هذا الإنجاز. التاسع من نوفمبر 2023 يكمل مسبار الأمل عامه الثاني بعد انطلاقه على متن الصاروخ H2A إلى رحلته التاريخية من قاعدة تانيغاشيما اليابانية في 20 من يوليو 2020، في وقت يواصل فيه مسبار الأمل الذي يدور حول الكوكب الأحمر حالياً مهمته العلمية لجمع معلومات وبيانات لم تتوصل إليها البشرية. مشروع الإمارات استكشاف المريخ مسبار الأمل حقق إنجازات غير مسبوقة حول الكوكب الأحمر. نجح المسبار في رصد ظاهرة فريدة لم يسبق رؤيتها من قبل، أطلق عليها فريق العمل اسم الشفق المنفصل المتعرج، والتي تفتح آفاقاً جديدة للتعمق بدراسة بيئة البلازما ذات الديناميكية العالية في المريخ. وقدم مسبار الأمل مساهمات علمية غير مسبوقة ومعلومات هي الأولى من نوعها حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر في أوقات مختلفة، حيث أرسل أولى صوره للكوكب الأحمر التي أظهرت بركان أوليمبوس الذي يعد أكبر بركان عليه والمجموعة الشمسية. واستخدم المسبار كاميرا رقمية متطورة لالتقاط الصور على ارتفاع حوالي 25,000 كيلومتر فوق سطح المريخ، ونجح مسبار الأمل في تسجيل عدد من الملاحظات الفريدة حول العواصف الغبارية المريخية وتوفير معلومات عميقة وغير مسبوقة حول طريقة تطوير هذه العواصف وانتشارها في مساحات شاسعة من الكوكب.
حان دور الاقتصاد ونتابعه بعد الفاصل. مطارات أبو ظبي تستقبل 15 مليونا و900 ألف مسافر خلال 2022. لغة هي السحر المبين أناقة، وهي الموسيقى والغناء الأعذب. خط تسر العين رؤية حرفه، وفصاحة منها المسامع تطرب. إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. لغتنا غدا السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة أبوظبي. أهلا ومرحبا بكم إلى علوم الدار التاسعة، مباشرة من مركز الأخبار إلى جولة اقتصادية وتقرير مكتوم محمد. أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة وفق أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يتماشى مع محددات مئوية الإمارات 2071، وبما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والأعمال. ويتضمن المشروع تطوير وتحديث خمس سياسات اقتصادية تشمل الاستثمار والمنافسة وحوكمة الشركات العائلية وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأطر التنظيمية لأسواق المنتجات. أظهرت بيانات مركز الإحصاء الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2022 إلى مستوى قياسي، بوصوله إلى نحو 102 مليار درهم لأول مرة، فيما سجلت صادرات الدولة إلى أمريكا ارتفاعا تاريخيا لتصل إلى 25 مليار و300 مليون درهم، وحلت الإمارات في المرتبة 21 عالميا بين أكبر أسواق الصادرات الأمريكية، والمرتبة 45 عالميا بين أكبر أسواق الواردات، وبلغت نسبة الارتفاع نحو 21% مقارنة ببيانات 2021. أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي يستمر حتى يوم 14 من مارس 2023. ومخطط شهادات الطاقة النظيفة مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة أبوظبي لتمكين الشركات العاملة في أبوظبي من توثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة الانتقال نحو اقتصاد مستدام وخال من الكربون في الدولة. إضافة إلى ذلك، تقدم شهادات الطاقة النظيفة للجهات المشاركة ميزة تنافسية من خلال امتلاكها لشهادات معترف بها دوليا توثق أوراق اعتمادها الخضراء. أعلنت شركة مطارات أبوظبي المشغل للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي عن نتائج حركة المسافرين للعام 2022، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من الأول من يناير حتى 31 من ديسمبر العام الماضي، حيث بلغ مجموع أعداد المسافرين حوالي 16 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة دلما ومطار صير بنياس، وهو ما يعادل 3 أضعاف العدد الذي سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعكس النتائج الإيجابية لحركة المسافرين ما تشهده الشركة من نمو كبير في مجالات رئيسية شملت حركة الرحلات الجوية خلال عام 2022.
الآن نذهب بكم إلى الرياضة. تنطلق غدا منافسات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، كما تشهد جولة الخميس 4 مباريات تبرز فيها قمة أبرزها في قمة استاد الهيان بين الوحدة وشباب الأهلي. تتسارع وتيرة جولات دوري أدنوك للمحترفين وتستمر معها إثارة المسابقات التي لا يمكن فيها التكهن بجدول الترتيب نظراً لتقارب الرصيد بين المتصدر وصاحب المركز السادس. الجولة 16 لن تمر أحداثها مرور الكرام، ففي يومها الأول قمة الوحدة الثالث أمام المتصدر شباب الأهلي على استاد آل نهيان. مواجهة الفريقين في حد ذاتها بطولة، فكيف سيكون الحال والهدف منها خطف الصدارة ربما للوحدة أو الحفاظ عليها من قبل الفرسان؟ الفريقان يدخلان القمة منتشيان، فصاحب الضيافة الوحدة عاد بفوز مهم من ميدان اتحاد كلباء، وشباب الأهلي اجتاز بكل سهولة فريق دبة في صراع القمة والقاع. وفي الإمارة الباسمة لقاء الجارين الشارقة وعجمان، مباراة واعدة بين طرفين يقدمان كرة قدم هجومية بامتياز، فالشارقة وبترسانة نجومه لا يزال منافسا شرسا على اللقب، ووجوده خلف شباب الأهلي بفارق نقطة يعطي حافزا إضافيا للاعبيه بقيادة الروماني كوزمن. آخر مباراة للشارقة زار فيها شباك بنياس في أرضه 4 مرات، وإذا كان تنافس الشارقة على القمة منطقياً فإنه يشكل مفاجأة سارة لعجمان، فهذا الفريق المثابر موجود في صراع الكبار ولا يفصله عن المتصدر سوى 6 نقاط. أهم ما يميز عجمان اللعب بصورة جماعية، وإدراك المدرب غوران لإمكانات لاعبيه جيداً وتوظيفها بالشكل الأمثل. النصر الغارق بسلسلة نتائجه السلبية، وبعد أن كان محبوه ينتظرون رؤيته في صراع اللقب، لكنه اليوم يصارع من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط. العميد يستقبل خور فكان في استاد آل مكتوم بعد سقوط برواعية على يد عجمان في الجولة الماضية. النصر يقف حالياً في المركز 12 محققاً 2 فوز فقط و5 تعادلات، ومني ب8 هزائم جعلت رصيده 11 نقطة، ويدخل خورفكان العاشر المواجهة بعد أن خطف نقطة ثمينة من الجزيرة في ملعبه. آخر مباريات الجمعة صدام الظفرة واتحاد كلباء، وكما كان الحال في الموسمين الماضيين الظفرة يصارع للبقاء بين الكبار، وهو حالياً في مركز الهبوط 13 برصيد 7 نقاط فقط من 2 انتصارين و1 تعادل. بينما اتحاد كلباء يقف في المناطق الدافئة عند المركز 8 ب21 نقطة. إذن الرياضة صفحتنا الأخيرة في علوم الدار 9 من مركز الأخبار. ليلة سعيدة، إلى اللقاء.